رغم حساسية قضيتهن اختارت الوقوف إلى جانبهن. الأمهات العازبات ولهن أسست جمعية التضامن النسائي نتحدث عن عائشة الشنة. بعد مسار يمتد لأزيد من 20 سنة اليوم حازت على جائزة بيس 2009 الأمريكية والتي تبلغ قيمتها مليون دولار. صلاح الدين الغمري. جائزة اعتراف ودعم للعمل الاجتماعي الذي سنته عائشة الشنة على مدى سنوات اشتغالها في جمعية تضامن النساء بالدار البيضاء منذ تأسيسها في العام 1985. جائزة أوبيوس لهذا العام تسلمتها أمس بمينيابوليس عائشة الشنة وقدرها مليون دولار أمريكي لدعم مشاريعها الاجتماعية تجاه الأمهات العازبات. هذا العام المنافسة كانت قوية بين ثلاثة شخصيات: الراهبة فاليرينا غارسيا من كولومبيا التي تدير مركزا اجتماعيا للأطفال المعاقين، والقس هانس من البرازيل الذي يدير مركزا لمحاربة الإدمان على المخدرات، وطبعا المغربية عائشة الشنة الفائزة بالمليون دولار الذي تمنحه سنويا مؤسسة أوبوس برايز ومقرها بمينيابوليس بالولايات المتحدة. دعم مالي سيمنحها إمكانيات إضافية لتوسيع نشاط مؤسستها الاجتماعية وتوسيع طاقتها الاستيعابية للأمهات العازبات من هن في وضعية صعبة ورعاية أطفالهن وبرامج إدماجهن في المحيط الاجتماعي.